فتوى من الخامنائي وصورتك تبقى هنا. والله مع الاسف والله هذا ذبح شبابنا، ذبح صلاح وذبح عمر وذبح شبابنا وذبح بناتنا. ليش والله ما ادري والله. وصورتك تبقى تتعلق هنا، صورتك باقي هنا مقبرة وادي السلام هاي الشريفة الطاهرة. حرام انت تتعلق هنا، والله حرام تتعلق هنا، حرام علينا تتعلق هنا صورتك، والله حرام علينا. وحاطين يمك علم العراقي، تبرى منك العراقي والله. حاطين يمك علم العراقي، تبرى منك علم العراق والله. بس مو بدي انا، اكو كم واحد ذيل مطي عبدك زين باقي مستفاد منك مخلي صورتك هنا معلقها. انت حرام تتعلق صورتك بوادي السلام، والله حرام علينا. هاي الشباب ترست بين المقابر قتلت لك 1000 شهيد بسبب تصرفاتكم وبسبب فتاويكم من خميني من خامنائي. تتعلق صورتك هنا مع الاسف والله، تعلق صورتك هنا يا مجرم يا قاتل. ما ننسى مزرعه السلك سويتها بشبابنا، ما ننسى مصايبكم هاي. ذبحت لك 800 شاب، اكثر من 800 شاب، 1000 شاب، 25000 جريح، وصورتك تتعلق هنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام بحلقه جديده من برنامجكم صوتكم. اي شخص يحب يشارك بالبرنامج يقدر يشارك ويانا على أرقام البرنامج اللي راح تظهر أسفل الشاشة. أرقام البرنامج من داخل العراق أو للمشاركة بالبرنامج من خارج العراق عندكم ذني الرقمين، تقدرون تتصلون بينا على واحد من هاي الأرقام. الرقم اللي راح يظهر أسفل الشاشة هذا الواتساب، مخصص للرسائل غير مخصص للاتصال، غير مخصص للرسائل الصوتية، فلا حد يزعل علينا، ما نقدر نستقبل على أي اتصال. أما هذني الرقمين اللي تشوفوهن هنا ذني داخل العراق، أي شخص من داخل الفاو يقدر يتصل بينا على هذني الأرقام. فعندكم 4 أرقام، من داخل العراق رقمين، من خارج العراق رقمين، ورقم الواتساب. الواتساب فقط للرسائل المكتوبة، أتمنى تكون الرسالة مكتوبة مطبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الأخيرة من حلقة اليوم. اليوم قبل ما أحكي بالموضوع الرئيسي، اليوم ذكرى مؤلمة، ذكرى الثانية لغرق العبارة، هاي العبارة اللي قبل سنتين عبروا عليها أطفال وغرقت بالموصل، اللي تكشفت الأمور بعدين أنه المنتجع بإدارة إحدى الميليشيات، والموضوع كان في إدارة إحدى الميليشيات اللي عندها نفوذ بالدولة. لليوم ما حد حصل حقه، ما شفنا التقارير النهائية، عبارة مخالفة، الجو كان غير يعني ما يسمح انه تطلع سفرة مدرسية بهذا العدد، صعدوا بها اكثر من العدد، عدة مخالفات صارت بهاي القضية، ولليوم كل شيء ماكو. تعرفون شنو السبب؟ الاحتلال. اليوم 21/3، إذا نرجع لل 2003 يعني الحرب كان بادي لها صار لها يومين. فالغزو الأمريكي اللي أسس الاحتلال ب 9/4 هو اللي وصلنا لهاي المواصيل. الغزو الأمريكي اللي هسه اكو جماعة يطلع ويقول أني ضد التواجد الأمريكي بالعراق. بالله السؤال لنفس الجماعة، وين كنت من دخلوا الأمريكان للعراق؟ أنت مو جيت على دبابتهم؟ أبو حسن من بغداد حياك الله. السلام عليكم أخوي أفل. عليكم السلام والرحمة والإكرام. الله يبارك فيك يا أخي. طبعا هي مو بالجريمة واحدة، جرائم يعني لا تعد ولا تحصى، بس العبارة يعني قتل المتظاهرين، قتل الناس اللي مال سبايكر ولا غيره، كلهم مسؤولين عليها ان هم قتله اصلا. يعني مسألة العباره قالوا راح نحقق وراح نشوف شنو صار ما صار ونكتشف عدين الحقائق، وهي كلها كذب كذب، يبردون عصاب ويخشفون بالناس. يعني لو اي مشكله تصير المفروض اكو حكومه حقيقيه وطنيه تكشف الفاعل، ما
هم اللي هم سووا الجريمه يعني شوف هم بالفلوس يعني يساعدون بالعباره اكبر عدد ممكن تخيل هو طبعا تنقلب لا صله لا بها امان لا بها اي شيء يقول لك يا ابو عدن راح نشوف العباره من المسؤول على الشغله ولا كانه ولا بحثوا يعني هم يخافون حتى يبحثون عن 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 اللي طبوا بالمي وغرقوا هم يروحوا على اسناد يا ابن ربيكم حقوقكم ما حقوقكم ويا كلها كذب يعني ناس قتله مجرمين كلهم على الاطلاق يعني كل يوم بلفت كل فتره وسووا لهم مشكله جريمه اه وعن طلع القاتل شو يطلعون هم تغربكم جاي قتل العراقيين مساعدة ايران وامريكا وبريطانيا واسرائيل وفرنسا هم هاي الخماسي القذر مال الاحتلال من غير الدول اللي مشاركه وياهم هم غرضوا بقتل العراقيين اكبر عدد عراقيين يخطون والله نسمع ادخل على 5 سنه يقول لك العراق يسوي 5 ملايين يعني معقوله هيك صراحه صحيحه يعني يسوونها والله ان اكو متخاذلين ويا الحكومه وعبيد لهم ما يهمهم بس المال والكنز الفلوس وقتل الناس هي هاي شغلتهم فليعرفون البلد هذا اندمر ضربوا داعش وفجروا البدايات مال الناس يقولون هذا حيدر عباد يقولون طه ظلوا ببيوتكم ما تطلعون هو يخصف بالبيوت وفلش البيوت مال الموصل الجانب الايمن والجانب الايسر وبعدين راحوا يسحبوا بالخيام ويحالوا الضيم حالهم شفت الثلوج شفت المطر صار بيهم فهم جايين يذلون العراق ويخطون العراقيين ما منهم رجع بقى يخليهم ذول القتله مال الارهابيين مالتهم صورهم وما يجي على بالك الهه عندهم هذول اخي ارهابيين لا منهم رجع ولا يبنون دوله بس الحدب على الشعب الساكت يعني الشعب يوم يسكت راح يصير بيه اكثر واكثر بعد ولذلك البشر لازم يصحى يعني بلدنا دي يضيع شبابنا اللي تروح هذا كلهم المتظاهرين الاب يقتل في سبيل داعي ابنه ما يهمهم دم العراقي لانهم يعني اصلا مو عراقيين ومن زمان قلت لكم مو عراقيين ولا يكونون عراقيين هذول اداه للارهابيين الدوليين ابو حسن انا موضوعنا اريد اسال سؤال بس لما صار الغزو طلع بوش بوقتها كان هو الرئيس الامريكي قال احنا جايين حتى ناسس ديمقراطيه بالعراق برايك الغزو حقق شيء بالعراق لو لا؟ اي حقق صح حقق القتل والطائفيه وتدمير المساجد وقتل الضباط والاسلحه 350 فوق 350 عالم عراقي قتل بمساعده الموساد الاسرائيلي وايران والاحزاب هاي الجت القذره جايه من ايران كم طبيب وكم دكتور وكم ضابط من غير اللي الناس تخدم البلد كلهم قتلهم هو هي الديمقراطيه جابتها امريكا اقدر دوله بالكون كله هي امريكا اداه ايد الصهيونيه والصهيونيه تحركها كيف ما تشاء لقتل العراقيين والعرب بالذات نعم يعني اول ما احتلوا العراق صارت بعد الامور سهله عليهم سوريا لبنان اليمن وثقه حرر لك عشان يا اخوي قفل ويعني هاي اصبحوا اليوم تتاكد منها هالمرحله هاي جايه على الخليج هسه تشوفون الخليج اذا ما يندبر مثل ما اندبرنا انا معتب تشهد لكم الايام لان يعني كل الدلائل تشير ايران مد اسرائيلي يعني لا حد يقول ايران اسلاميه لا ايران اسرائيليه لو اسلام ما يقتلون الناس اي بيضربوا يقتلون على الهويه ما يدبرون الاثار العراقيه ما يقتلون الناس بالعباره او بالمتظاهرين او تفجيرات هنا وهنا مؤسسات التحرير وغيرها والنجف والناصريه والبصره والحله وكربله والنجف يعني ما خلوا محافظه ما ادوها ودمروها. نعم. وبعد ما شو يعني شو لك كتبنا ايه؟ هم جابوا الامريكا الديمقراطيه وخلوا العراقيين يعيشون شو النعيم مو هذا؟ نعيم ارهابي يا يجي يقتلوه يدعي الحق يقتلوه. نعم. فيبقى العراقيين هم اذا يردون الذله خليه يسكتون يدون كرامتهم يدافعون عن كرامتهم اي وسيله كانت. نعم. شكرا لك ابو حسن. صباح من بغداد حياك الله يا صباح.
السلام عليكم استاذ افل. عليك السلام والرحمه والاكرام اخوي. طبعا اليوم والايام هاي تمر علينا ذكرى اليمه، هي ذكرى احتلال العراق وسقوط بغداد بيد المحتل الامريكي. نعم. وذكرى وفاه العبار اللي غرق العباره اللي كان مفتعل في الموصل. نعم. فبالنسبه للاحتلال، هو منو جاب الاحتلال؟ والامريكان جابوه، هم اللي هسه حاليا يحكمون البلد، اللي كانوا يسمون انفسهم معارضه قبل 2003. قدموا تقارير مزيفة ومعلومات مزيفة لمجلس الأمن، وجابهم الحشود هاي اللي كانت 36 دولة، وبرروا أن العراق يمتلك أسلحة دمار شامل وأسلحة بيولوجية، وأن العراق خطر على المنطقة. احنا لحد الآن لليوم نسأل وين الأسلحة، وين الصواريخ هاي العابرة القارات، والسلاح الكيميائي والنووي والذري، وإنما العراق ما يمتلك. إذن هاي حجة إجا بها الأمريكان لاحتلال العراق وسرق خيرات العراق وتمزيق وحدة العراق وإضعاف العراق في سبيل يمررون هاي صفقة القرن، هي الاعتراف بدولة الاحتلال إسرائيل، ولو هي مو دولة صهيونية. فهاي كلها لو العراق موجود وجيش العراق موجود، ما كان يقدر أحد يطبع مع إسرائيل. جمع على ظهور الدبابات أحمد الشلبي وإياد علاوي ومن لف لفهم المالكي وكل الأشكال اللي كانوا يسمون فيهم معارضة، ورحبا بالاحتلال. وحتى المرجعية ما صدرت فتوى بال2003 لمقاومة المحتل. احنا نعرف المقاومة وين صارت، صارت بالموصل وبالأنبار الفلوجة، وصارت على حزام بغداد، وصارت بديالة، وصارت بصلاح الدين. أما المناطق الجنوبية كانت أكو فتوى وسعرها الفتوى 200 مليون دولار، ويعرفون من اعطوها المرجعية بالنجف استلموها في سبيل عدم مقاومة المحتل. والدليل ان جعفر اللي كان فترة رئيس وزراء اهدى سيدنا علي رضي الله عنه اهدى الى رامسفيلد وزير الدفاع، اللي يحكون احنا ضد المحتل واحنا ضد الامريكان حاليا. والمالكي فترة حكمه من راح زار المقابر اللي قتلهم في الفلوجة وبالموصل الأمريكان، راح زارهم وخلى أكليل الورد عليهم وقرأ صورة الفاتحة، لأن هو يقول أنا من يعني من سلالة أهل البيت هو المالكي. وبال2007 إلى تصريح قوي المالكي أن الأمريكان قوات صديقة. فحاليا هم نفسهم ذول اللي يحكون محور المقاومة الآن، اليوم المشكلة الأبناء السنة اللي قاوموا الأمريكان بال2003 لغاية 2009 كلهم مجاهدين أشراف، باستثناء تنظيم القاعدة وباستثناء داعش الإرهاب، هذا احنا خارج عنه. كل الفصائل المقاومة الشريفة اللي قاومت المحتل الأمريكي حاليا يقبعون بالسجون ومهجرين وقتلهم، وتم اغتيالهم على إيد الميليشيات الطائفية بوقتها فرق الموت وجيش المهدي. الآن هسه مقتدى صدر وقيس الخزعلي وجماعة الكاتيوشا اللي يضربون بالسفارة، ويعرفون هو الضربات مو دقيقة، لأن هم متقصدين بها أن ما يصير ضربات دقيقة، يعني يريدون هيك بس مجرد إعلام ومجرد يطبقون ما تملي عليهم جارة السوء وأسيادهم في إيران وقم. فاللي يحكون بالمقاومة حاليا مقتدى وغيره وقيس وهادي العامري، واحنا انتو شلون يعني هاي المعادله تريد تغيروها؟ هذا التاريخ ما يتغير، والامريكان المحتلين يعرفون كل امريكي صوب او انقتل في المناطق في العراق، يعرفون وين اصابته وبيا تاريخ وبيا مدينه وبيا منطقه وبيا شارع، ومحدده كلها، يعني كل هاي المعلومات مو مخفيه. شلون تسرقون دماء الشهداء اللي قاتلهم الامريكان؟ يعني ابناء السنه ومناطق السنه كانت تقاتل بالامريكان، وانتوا تشكلون فرق موت في وزارة الداخلية، والحرس الثوري ياخذ راحته بذيك الفترة، وحزب الدعوة وبدر وتصفيات على الضباط وعلى الطيارين، هذا كان واجبكم. وجيش المهدي وجيش الوردي والعصائب سابقا كان هدفها هو الاغتيالات على ابناء السنة، وعلى اسم بكر وعمر وعثمان وحتى صدام، وكل الاسماء ذني اللي للصحابه اللي مسميهم تم اغتيالهم على ايد جيش المهدي. حاليا هم يسولفون يقول لك احنا قاومنا الامريكان، اي امريكان انتم قابلتوا جاهدتوا ضده؟ صباح اكو سؤال مهم، يعني نعم. لما هسه الجماعه يقولون احنا مقاومه للوجود الامريكي او لوجود اجنبي في العراق، ليش هم لهم حقوق وليش اللي قاوموا الاحتلال الامريكي في بداياته اصبحوا مرتزقه او ما لهم حقوق وانسلبوا كل شيء؟ طبعا هذا كله كسب سياسي، هاي المواضيع يعني فتره من فترات من الامريكان كانوا يسلمون السلطه لفرق الموت وللحشيد وجيش المهدي، كانوا الطرف الثاني اللي السنه كانوا يجاهدون ضد المحتل.
حاليا ضربت مصالحهم وصارت إيران محاصرة ولازم يدافعون على فك الخناق على إيران والحصار وغيره، قام يحجون باسم مقاومة في سبيل، يعني هي مصالحهم صارت أقوى ووجودهم مربوط بالوجود الإيراني، فصارت لازم أن يهددون القواعد والتواجد الأمريكي في العراق، فتجيهم أوامر من خارج البلد. هم دولي كلهم شغلات سياسية، ولا هم حتى لا مجاهدين، ولا يقول لك احنا مجاهدين، لأن كل المسلمين بالوطن العربي يعرفون دولي الواجهة الموجودة الطبقة السياسية يجمع على ظهور الدبابات الأمريكية. لو الأمريكان لا هم يحكمون ولا يقدر يطبون للعراق اصلا، فسابقا يحكون باسم ان تشكيل حكومه، وحاليا يحكون بطرد المحتل والمقاومه ضد المحتل. ذيك القواعد الامريكيه بالاسد وباي مكان بالعراق كانت، احنا اي عراقي مسلم يكيف من تنظر بالامريكان حاليا وبالمستقبل، هذا احنا مو ضد هالشيء، لكن انتم جماعه الكاتيوشا مو مقاومين، انتم مع المحتل، وانتم هسه حاليا محتلين العراق مع الحرس الثوري الايراني. نعم شكرا شكرا جزيلا لك صباح. ابو فاطمه من النجف، حياك الله يا ابو فاطمه. الله يحييك استاذ اسد، حياك الله اخوي كافه الاخوه الكريم، حياك الله غاتي، تفضل. الحقيقه يعني الذكرى المؤلمه في احتلال العراق وغزو العراق تتحملها يعني الدرجه الاولى الولايات المتحده الأمريكية اللي أتت يعني كما هو معروف بقرار بدون قرار من الأمم المتحدة، وأتوا إلى بلد دمروا البلد باسم الديمقراطية والحرية وقتلوا رئيس دولة وخلوا البلد وراحوا وخلوها لإيران. يعني أنا أريد أفتهم شيء، عندما تأتي لغزو بلد غير تبقى فيه يعني استغليت أنت موارده وكذا وكذا، اللي الشيء اللي من نفتهمه ليش خلوا الإيرانيين يدمرون البلد زيادة؟ يعني هذا ما صار استعمار، هذا صار استخراب والقتل مع يعني حقد وإجرام ولم الآن الكل يعني الإدارات الأمريكية ترامب وغيره يعني أقروا أن أسوأ قرار اتخذته الولايات المتحدة هو غزو العراق واحتلاله. يعني تغيير الرؤساء وتغيير الكذا حتى يضمضمون ويطمطمون جرائم وزراء الدفاع رامسفيلد وغيره وغيره. هذا الشيء احنا ما ننساه. اما قضيه ما تفضل به للاخ اللي اخ صباح، فعلا يعني هذه يريدون ان يغطوا الشمس بغربال، لم يقاوموا ابدا هؤلاء الميليشيات وهذه الأحزاب هي تت على ظهر الدبابة الكل يعرف، بل التسريبات اللي خرجوها أخي أفل يعني كيف كانت تدفع الولايات المتحدة الأمريكية 200 مليون دولار شهريا إلى منظمة بدر وباقي الأحزاب. هذه معروف الآن الإيميلات اللي كشفها ترامب، لماذا تم طرد ترامب؟ لأنه يعني تجاوز باعتقاد الخطوط الحمراء، أنه الآن كلينتون وغير كلينتون وأوباما كان هم التنسيق بين قاسم سليماني وبين إيران لإدخال داعش وغير داعش ولتدمير العراق إلى أقصى حد. لماذا؟ لأنه قصف الكيان الصهيوني يوما ما. هذا أمر. فالآن هؤلاء الأقزام اللي موجودين الآن في الساحل من الميليشيات ومن لا أحد يصدق فيهم، مجرد مرتزقة لإيران ويريدون يحققون حلم كسرى ورستم أخي بكل صراحة. والناس المشكلة الأخرى أخي أفل أنه يعني الوعي بالنسبة لبعض العراقيين نحن نتعجب نستغرب، يعني صحيح كثير منهم مضطر الآن للعمل في الجهات الأمنية والجهات الحكومية ويتم الآن قتل الكثير منهم تعمدا من قبل إيران لإشعال الفتنة بين العراقيين، ومن جانب ثاني حتى يستخدموهم متى يريدون إيران، متى تريد أن تزعزع الوضع تضغط على هذا وذاك لي كما يضغطون على مقتدى الصدر وغير مقتدى الصدر. هذا كل ما الأمر كله يدول كل بالمناسبة العراقيين كلهم 99% يعرفون، لكن احنا الآن مكتفين، الحنان مقصوص أجنحتنا، احنا نريد سند من اخوتنا في الدول العربية الدول الإسلامية ان يساعدونا. يعني هذا الوضع
اصلا هو خطر عليهم، على السعوديه، على الكويت، على الاردن، على كل مكان، لان ايران خبيثه الى خبث لا يعني ليس له حدود، حاقده حتى على شعبها. نعم، شكرا لك ابو فاطمه. ابو عمر من بغداد، حياك الله يا ابو عمر. حياك الله استاذ فهل، وحيا الله قناه الرافدين البطله. ابو عمر، الامريكان من جوده يغزون العراق بال 2003، صور العراق انه بلد همجي، بلد يرعى الارهاب، بلد ما باي حقوق، وقالوا انه احنا جايين حتى نعطيهم الكهرباء ونعطيهم النفط ونعطيهم حقوقهم ويكون البلد نموذج لباقي دول المنطقه بالديمقراطيه والحريه والراحه، ويعيش العراق اسعد لحظاته. هذا الحكي انحكى بال 2003 في بدايات الحرب. احنا اليوم بال 2021 بالذكرى ال 18 لهاي الحرب، اكو شيء تحقق له؟ لا استاذ افل، كلام الامريكان هم دخلوا يعني غزوهم للعراق غزو باطل، يعني بالنسبه للشعب العراقي يعني دمروه، ما سووا شيء جديد للشعب العراقي. هم اجوا بهاي الحيله وبهاي الفكره لانه على اساس انه الشعب العراقي راح يصدق بيهم، فعندهم يعني العراق او العالم بصوره عامه انه عندهم الغرب او الامريكان عندهم يعني حب البشريه ويحترمون البشر وعندهم الرفقه بالحيوان، ومن هاي الامور يعني نسمح العراقيين عن الامريكان وبعض الدول بالغرب. فبعض العراقيين استاذ افد يعني صدقوا بهاي الفكره، قالوا الامريكان انه عندهم الرفقه بالحيوان وعندهم تعامل بشر فتشي يعني، فجوي استخلوا هاي الفكره، فكره العراقيين هذه. لكن بعض العراقيين استهدف يعني الكل يعرف الغزو، يعرف امريكان، يعرف اسرائيل اللي قبل السنين اللي فاتت قبل الاحتلال العراقي، يعني كانوا بالدول يعني بالصين، بكوريا، بعض الدول شلون دمرتها وشلون غزتها بالمفاعل النوويه او الاسلحه اللي محرمه، اللي كيف غزتها ودمرت هاي البلد. يعني عندك اليابان من غزتها وسيطرت عليها وذبت المفاعل، القنبلة النووية من دمرتهم وشوهتهم هي وكوريا. لكن بذاك الوقت قدرت اليابان وقفت أمام أمريكان واستغلوهم، يعني صارت عندهم فكره بالصناعه وبال يعني بامور هواي تواجهوهم. الشعب بقت الحكومه ظلت يعني حبت شعبها وقدرت توصل شعبها يعني للتقدم، وتقدم اليابان وكيف وصلت، وما صار عندهم لا حروب ولا اي شيء كان يعني تاذت البشريه، بالعكس صارت البشريه احسن وتحدت امريكا ووصلت الى نتيجه كل جيده في زمن ذاك الزمن وهذا الزمن، وما زالت اليابان متحدى امريكا وايضا كوريا وايضا الصين، يعني هواي دول. لكن للاسف للعراق اللي يعني كان العراق يعني جمجمه العرب كلها كانت خاف من يعني الغرب الشرق، يعني كل المناطق كل الدول يخافون، بس للاسف كان امريكا متحضره هاي الاحزاب زي ابو عمر. ابو عمر يعني انت ذكرت اليابان وذكرت الصين وذكرت هوايه دول انه هي متقدمه اكثر من امريكا، بس ما راحت امريكا دمرت ذيك البلدان، جت دمرت العراق، ليش يا ترى؟ ما دمرت استاذ، لانه امريكا شايله نقدر نقول اساس الدول بالعالم بالشرق الاوسط هو العراق. العراق استاذ يعني في زمن الالفينات بالتسعينات يعني قام يتقدم، قام يتطور، قام يصنع اسلحه، وقام يعني صار تصنيع العسكري، صار عنده فكره كلش جيده. فالدول الغرب او الدول يعني محترمات الدول الخليج كلها قامت تخاف ترعب من عندنا. يعني احنا بلد استاذ يعني كان بين عندنا علماء، كان عندنا ناس عباقره يعني مفهومين. فأمريكا وما شابه من أمريكا من دول اللي كانت التحالف العربي اللي صار على العراق، يعني كان كلهم يخافون من العراقيين، يعني أي عالم أدنى كان كلهم يخافون. فلهذا السبب شفت من بعض الغزو أول ما قضوا على العلماء يعني كتبوا بالناس العباقرة اللي فاهمة، يعني هسه بالعراق ما عندنا فد علماء، ما عندنا ناس مفهومين، هم خلوا الجهل. نعم شكرا. جهل استاذ أفل أدنى من قبلها.
نعم شكرا شكرا لك ابو عمر. ام علي من دياله حياك الله يا ام علي. الله يخليك يحفظك الله ربي. هلا بيك امه تفضلي. لا شكر على واجب امي. الو الو يمه وياك. الله يخليك يا ربي ويعطيك العافيه. نعم شلونك استاذ رفل؟ هلا بيك امه تفضلي. ان شاء الله يحفظك وصادره. نعم جوعنا بينا محمد سلمك ربي. كوري جابوا الديمقراطية الأمريكان قوامنا جابهم قوامنا قوامنا إيران قوامنا وتابعين تعلموا وما تابعين إن حيني وقاتل سليماني حررنا من دواعش نظموا دواعش بإيران ويظلنا ياهن تدعونا ياهم قتلوا وين ما بوينة بوينة الطيار قتلوا والضابط قتلوا والدكتور قتلوا والعالم قتلوا والمدرس قتلوا وصلوا فينا. يا زعلاني يا زعلاني انت ليش ليش ما تجي الحكي ما تجي الحكي بينهم هم لو شرفاء ولو عندهم غيره ولو عندهم شرف انا مره ما اتحمل هاي الامانات احط الكراسي واطلع احط الكراسي محل ديننا قاسم سليماني شنو وقت سليماني ايراني لان نبي محتل ايران صحيح هم حرزوا امريكا علينا بس المحتل اسمه ايران وبرابات امريكا احنا عارفين كلنا نعرفها. اوعوا اوعوا يا شعب العراقي قوموا بالتواسع عليهم هم 3 ملايين انتوا ملايين قاعد بصبر قاعد بصبر احنا ما ننسى ما ننسى جامع ثاني اللي عند بهم خلوهم طليان بالشوارع ما ننسى ما ننسى قتلانه ما ننسى هجمان بيوتنا كافيهم لو عندهم غيره لو عندهم شرف لو عندهم ناموس لو يسمعون ويعرفون العيب كان قالوا شعب العراق ما يريدنا كل شيء يلفون يرجعون واحنا جوعانين ليش؟ اطلع من عندنا احنا نشبع احنا نشبع اطلع من العراق احتليتوه كافي جابوا لنا جابوا لنا جابوا لنا المخدرات الحكومه الراضيه بها وهم اللي يجيبوها والله 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 واحد عندنا بالسيطره حلف وقسم قران يقول لذمنا واحد يقول لذمناه وجبناه يقول ورا نص ساعه يقول طلعوه قلنا لهم ليش شباب متعذبين وطلعنا وطلعتوه يقول له عوفه عوفه هذا من عندنا هم جابوا المخدرات هم يردون يموتون شعب العراقي هم يردون يموتون شبابنا المظاهر يطالبوا بحقه وبرجوا على أم علي شباب. أم علي إذا تسمحي لي أرد أسأل سؤال يعني سؤال مهم هسه بهالمرحلة هاي أنت سألتي هم منو جابوا لنا السؤال اللي راح نطرحه ليش هم أصروا أن يجيبونا حرامية أو اللي شاركوا بمقتل أبناء العراق في الحرب العراقية الإيرانية حرامية بنق البترة منو باقي المتهم بيه أحمد الشلبي منو شارك ويا إيران هادي العامري وعبد العزيز الحكيم محمد باقر الحكيم وابنهم عمار الحكيم اللي قاتلوا ويا الجيش الإيراني ضد الجيش العراقي بالحرب العراقية الإيرانية منو جابوا وجابوا نور المالك اللي مشارك ويا قاسم سليماني بتفجير السفارة العراقية ببيروت فأرد أسأل ليش هالإصرار اللي جابوا هؤلاء ليحكمون هذا البلد يحكمون هذا البلد ثم يبدون يحتلوا على من كيفهم يبوقون الثروات العراقية يبوقون النفط يموتون واحد واحد يموتون يموتون ناس على البطيء بالمخدرات وناس يموتون بالكاتم وما خلونا ما خلونا وحسب الله ونحن الوكيل عليهم إن شاء الله ندوم اليوم وقلوبنا محروقة وولدنا راح في الجامع الثاني يذبحون ذبح الطليان وأنا مرة ما أتحمل هذا الحكي ولكم حتى على وطنكم هذا وطنكم هذا حرقتم حسوا حسوا يا عراقيين حسوا أنا مرة وما أتحمل هذا ولكم حسوا حسوا يلزعين على الكراسي ولكم يا عالقات ولكم يا أنتم ما لا تحكمونا أنتم عندك تحكمونا إحنا نعرف كل زين ومن ينتخبكم ومن أنت يريدكم ولكم أطلعوا خلوني إحنا على ما يوم الحق عايشين ولكم أسلح على غيركم ولكم أسلح ما لا تشوفون حكينا الصغير والكبير ما يريدكم كافيكم وأنا أشكرك وقاهرتك وجزاك الله ألف خير ويحيي قناتكم هي وكادرة الجاهلة إلا الله وإحنا ندعي ونقول حسب الله وإحنا مع الوكيل على جابه وحيي شكرا شكرا لك أم علي
وحياك الله برنامج صوتكم، ولا شكر على واجب، هذا واجب قناة الرافدين اتجاه الشعب العراقي واتجاه العراق. فشكرا لك لمداخلتك لنا. محور المقاومة اللي طالع لنا هسه بالجديد واللي لخبص الدنيا، حكى محور المقاومة وقال محور المقاومة ولازم نقاوم المحتل، وين كنت من دخلوا الأمريكان للعراق؟ وين كنت لما دخل تنظيم القاعدة للعراق؟ وين كنت لما دخل تنظيم داعش للعراق؟ بس شفناك من تهدمت المدن بدعوى حرب التحرير اللي صارت بال 2014، وشفنا لما تحررت المدن التهجير والقتل والتفجير، تفجير الجوامع، تفجير الدور السكنية، سرقة الأثاث والسيارات والمصوغات والمقتنيات من المنازل، هاي كلها شفناها. احنا اليوم بال 2021، يعني بالقرن 21 مشينا 21 سنة، 18 سنة العراق باحتلال، 18 سنة في بداية القرن 21 العراق بدأ يشوف الضيم، العالم دا يتطور، أقمار صناعية، ناس تريد تروح للمريخ، تكنولوجيا، صناعة، سيارات، هواية، العالم دا يتطور إلا العراق. مدارس صينية بالقرن 21، يا بلد بالعالم هسه بمدرسة طينية، يا بلد بالعالم تتوزع به الكتب المدرسية بالحمامات، يا بلد بالعالم يصير به صفقات الفساد اللي دا صير بالعراق، يشترون أسلحة تكشف عن المتفجرات، تطلع أسلحة تطلع أجهزة مو أسلحة لكشف كرات الجولف، يشترون طيارات خارج الخدمة، يشترون سلاح إذا كان سعره دولار يشتروه ب$100,000، يشترون استكان إذا كان سعره 100 يشتروه ب$10,000، وزارة الصحة تستورد تكرمون مداسات طبية أو شحاطات طبية بمبالغ خيالية، ويطلعون هواية من السياسيين وحكى الفساد وأكو فساد بالعراق ولازم نواجه الفساد ولازم نقلل الفساد. صار للعراق من 2005 لليوم يسمع بالفساد، من 2005 لليوم يعرف أنه حيدر العبادي من كان وزير اتصالات قبض $5 مليون فساد، من 2005 لليوم يعرف مشعان الجبوري قال أكو بالنزاهة قضية قبضت عليها $2 مليون، أكو واحد تحاسب؟ ميزانية العراق ميزانيات دول دا تنبني، بس العراق دا يتهدم. وسوريا واليمن قضية أخرى، واللي دا يتدخل بسوريا واليمن إيران. فلوس دا تجي العراق، إيه دا تجي. النفط صعد، إيه صعد. ليش الدولار بعد عالي بالعراق وليش خفضوا قيمة الدينار؟ هم يردون هيك، ليش؟ حتى يبوقون أكثر. هذا الغزو أردفتهم هسه، حتى ترامب من يجي يقول أكبر خطأ ارتكبته أمريكا بتاريخها هو الغزو الأمريكي للعراق، رجعت حقوق هذا البلد، عوضت الناس اللي انكتلوا على ايد هاي الآلة العسكرية اللي جت بالغلط اثر كذبة. ترى الحرب الامريكية على العراق او الغزو الامريكي او احتلال العراق مبنى على كذبة، كذبة انه العراق يمتلك اسلحة دمار شامل، انه العراق يهدد الامن القومي الامريكي، مبنى على هاي الكذبة. هاي الكذبة خسرت العراق مو 1,655,000 واحد انقتلوا اثناء الغزو، حسبوها من 2003 لليوم يوم بيوم إيش قد انكتلوا، هاي خسائر الحرب، إيش قد تيتموا، إيش قد نسوان ترملت،
شقد أطفال تركوا المدارس وقاموا يشتغلون، شقد ناس صارت بها أمراض سرطانية نتيجة استخدام اليورانيوم المنظم أو قصف العراق بما يعادل 250 قنبلة ذرية. هاي خسارة العراق، خسارة العراق مو بس الفلوس اللي تروح منه، خسارة العراق مو بس الفساد اللي صار من عنده، أرواح وفساد وتهجير وناس طلعت برا وبعد ما ترضى ترجع، عوائل تفرقت وتشتتت، نسيج المجتمع العراقي بنفسه تشتت لحد ما جت ثورة تشرين. من 2003 لل 2019 كانت الطائفية مسيطرة، قمنا نسمع مسميات ما سامعين بها، سني، شيعي، كردي، تركماني، عربي، يزيدي، صابئي، مندائي، آثوري، مسيحي، قمنا نسمع هاي الأسماء بينما ما كنا نسمعها، كنا طلاب مدارس، طلاب كليات، ما تعرف دفعتك اللي قاعد أو اللي قاعدة بصفك من وين، من يا عشيرة، من أي عمام، ما تعرفها، ما تعرف هذا اللي قاعد قبالك واللي أنت مصادقة هو من وين، ما همك، أنت عراقي هو عراقي، أنت أخوان، ولد بلد واحد، المحصلة إحنا ولد بلد واحد، همنا هالبلد هذا. اثنيناتنا شايلين جوازات عراقية، اثنيناتنا ندافع على نفس البلد، اثنيناتنا شربنا من نفس النهر، اثنيناتنا أكلنا بنفس البلد وأكلنا نفس الأكل. كنا نسمع هاي المسميات، قامت تجي صفقات فساد، تعيين بالمحسوبية، فلان من فلان مكان، هذا ممنوع يتعين بفلان مكان، سيطرات وهمية، قمنا نسمع هواية، خطف، قتل، تعذيب، هواية سمعنا. هاي الأشياء كلها كنا ما نعرفها، منو جابها؟ أكو غير الغزو؟ الشكولات اللي جاية تحكم العراق كلها، طلعوا لي نواب البرلمان من أول برلمان بالعراق صار بال 2005 يمكن الانتخابات لحد هسه احنا 2021، شوفوا لي النواب اللي موجودين ايش كانوا وشون كانت تشكولاتهم وشوفوهم هسه ايش كانوا يملكون وشوفوا هسه شي يملكون. انا اعرف النائب بالبرلمان هو موظف، ترى البرلمان مو بس بالعراق، البرلمان موجود بكل الدول، وهواية ناس بالعالم تركض حتى تصير برلمانية وتصير نائب بالبرلمان حتى يشتغل، حتى يقدم البلده، حتى عنده شيء براسه يريد ينفذه بالبلد حتى يفيد البلد. أكو ناس فشلت وأكو ناس نجحت، أكو من قدر ينجح وأكو من قدر يفشل، مو معناها أنه هو ما اشتغل. بس بالعراق، بالعراق يركضون دا يصيرون برلمانيين حتى يأخذ حمايات، دا يركضون دا يصيرون برلمانيين حتى ياخذ جواز دبلوماسي هو وعائلته مدى الحياة، يركضون يصيرون برلمانيين حتى ياخذ راتب خيالي، ومن يطلع من البرلمان وراء 4 سنين ما اعرف شلون بقدرة قادر يطلع له تقاعد، والتقاعد خيالي، يعيش ملك هو ولد ولده طول عمرهم، يصير نائب بالبرلمان، نائب بالبرلمان يجي حافي ما عنده بيت، يشتغل معلم بمدرسة، فجأة أملاك وفلل بالخارج وفلل ما أدري وين وقصر ما أدري بيا دولة، مين جبتوهن؟ محلات وسيارات وسفرات، مين؟ ترى النائب بالبرلمان المفروض هو يشتغل لخدمة البلد. إذا أريد نحكي هواية، وإذا أريد نقول هواية، أريد أسأل سؤال، المهجرين شنو سويتوا لهم؟ وين الميزانية اللي انحطت للمهجرين من أول يوم لليوم؟ ملايين الدولارات، شنو اللي أسستوا للمهجرين أو شنو اللي سويتوا للمهجرين حتى يرجعون لبيوتهم؟ وين حقوقهم؟
المعتقلين الموجودين بالسجون إلى حق لو ما له حق. شوف احنا اذا اريد نقسم المعتقلين فهم قسمين، يا اما بريء يا اما متهم، او العفو يا اما بريء يا اما مذنب، بس بالبداية هو متهم. تتأكد من وضعه، بريء يطلع يرجع لأهله، مذنب ياخذ جزاءه حسب ذنبه حسب صوته. وهمنا من ياخذ جزاء المذنب ما تحرمه حق الحياة، ما تعذبه، ما تحرمه أنه يشوف أهله، ما تحرمه أنه أهله يشوفوه، ما تقدر. حتى ديننا الإسلامي علمنا شلون نتعامل ويا الأسرى. الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام وصى بالأسرى، وأنت مو عندك أسير، أنت عندك ابن جلدتك، ابن بلدك، منهم يجوز جيرانك، ممكن يكون أقربائك. ليش اللي دا يصير هذا بالعراق؟ منو يريده؟ منو سواه؟ منو أسسه؟ الذكرى اللي احنا دا نعيشها اليوم، الذكرى 18 سنة احنا دا نعد ذكريات. يا ترى 19/3/2022 هم راح يبقون العراقيين يتذكرون بحسرة هذا اليوم، لو راح يتخلصون؟ رسالة الواتساب اللي موجودة وياي اليوم. السلام عليكم أستاذ أفل، أني أم علي من بغداد. أني ابني مسجون صار لي شهرين، ما أقدر أخابره، لا مخابر ولا نعرف عنه شيء، وما يخلوهم يخابرونا ولا نشوفهم. أطلب من قناتكم الشريفة يناجدون على الشعبة الخامسة، وما حد يقبل نسأل عليهم، ما ينطونا أي جواب. شنو ذنب الأم تظل عايشة بحسرتها ما تعرف ابنها وين؟ تحية أخ أفل العزيز، مشكورين يا قناة الرافدين على الجهود اللي تبذلوها، والله حرامات العراق تحكم هاي الميليشيات. أخوكم حميد أبو ماجد. حياك الله أخ حميد، وشكرا لك على الرسالة. السلام عليكم أخي العزيز أفل. العراق أصبح ذكريات ومؤلمة من وراء هذه الآلام الأحزاب الفاسدة القاتلة. أبو عمر من أمريكا. السلام عليكم. أبو حاتم من الموصل، تحية طيبة لك أستاذ وللجميع. أستاذ، العراق كل أسبوع بعبارة، وكل شهر مثل يوم العبارة. الشعب بدون استثناء تخلى عن مسؤولياته اتجاه ما يجري بالعراق. تدمير معمل حليب الأطفال أسوأ من يوم العبارة. لا يهمك، العراقيات كل يوم ينجبن بكثر كارثة العبارة. أستاذ أفل، ظاهرة الانتحار بالعراق ما تعادل كارثة العبارة. كل شهر العبارة انتهى حزنها. احنا كل ما تضاربنا كارثة تنسينا أخوتها بالعراق. رايح نحو الهاوية، العراق دا ينزل، وإذا ما أخذ الشعب دورة أصحوا يا العراقيين وأخذوا دوركم من الاحتلال والأعداء، وجاء دوركم يا شعب بالرد على الاحتلال الأمريكي الإيراني والأعداء، وخلاص العراق من هذا المأزق، والتاريخ ما يرحم يا شعب. أدنى حركة من الشعب تحصل على طرد هؤلاء، والنصر أصبح منال اليد بعد تخبط سرطان الخضراء حول الموازنة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير أستاذ أفل. النائب هيثم الجبوري يقول حامض حلو ب 28 مليون دولار. حكومة قبيحة أو قذرة؟ حامض حلو ب 28 مليون دولار إلا الجونية من ذهب. أخي، حوبة الأيتام والأرامل والمهجري والمفقودين أليس برقبة العمايم وتجار الدين؟ والمصيبة المنفذ ابن جلدتك، لعد اشقد رخيصين وساقطين هؤلاء اللي باعوا الوطن وباعوا وطنهم وناموسهم وباعوا أهلهم وشعبهم، لأن مثل ما تكونوا يولى عليكم. السلام عليكم أخي أفل، العراق صار لعبة بيد إيران والأحزاب، شيء مضحك والله. السلام عليكم، أنا أخذكم من بغداد، زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، لحد هسه ما نعرف عنهم أي شيء، ما يعطونا أي خبر. صدق والله راح نموت من القهر، وراهم ما عدنا غير الله، وهم ماكو أي عفو عام. وين الوعود؟ وين وعودك يا مصطفى الكاظمي؟ والله أمه راح تموت من وراء من القهر. حسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. العراق، العراق اللي شبهه المتصلين اليوم بأنه كان جمجمة العرب. العراق اللي خرج علماء يفخر بهم العراق. العراق اللي كان في يوم من الأيام لما يعتازوا أخوت العرب يلقوه واقف وياهم. اليوم العراق في أمس الحاجة
انه العالم توقف وياه حتى يرجع يوقف على رجليه. وبحاجة العراق بحاجة أهل العراقيين أنه يوقفون وياه حتى يخلصوه من أرضه، أرضه قاعدة تنخر به من كل مكان، الخضراء. مشاهدينا الكرام، نلتقيكم على خير إن شاء الله بحلقة جديدة برنامج صوتكم باكر بنفس الموعد. في أمان الله.